صباح الهنا والجمال عليكم، صباح التفاؤل، صباح الابتسامه، صباح يوم جديد مليان خير وبركه باذن الرحمن. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلدي وكان معنونه وعلى شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود. وحشتوني من امبارح للنهارده وبشكركم جدا جدا جدا. شكر واجب لكل حد دخل سال عليا عشان ما كنتش موجوده معاكم هوا امبارح، لكل حد كتب لي في الكومنتات، لكل حد اتصل بيا، كل دوت على دماغي من فوق. بجد بشكركم جدا، ربنا يديمكم دايما في حياتي يا رب. شويه برد صغيرين كده اهوت مع فصول تغيير الفصول، بس الحمد لله راحوا الحلاوه بسرعه ان شاء الله. هنعمل ايه النهارده؟ النهارده بدات الدنيا تسقع، بدات الدنيا تبرد شويه، عايزين حاجه تدفينا وفي نفس الوقت حاجه تكون حنينه على ايدينا. ده اللي هنعمله النهارده. بس قبل ما نعمله هنركنه على جنب شويه ونيجي للحلو. الحلو النهارده هنعمله من كيك شيف دريم. هنعمل ايه؟ هنعمل السويس رول المزخرف او رول الكيك المزخرف. يعني ايه مزخرف؟ هنشوف مع بعض هنزخرفه ازاي وهيبقى شكله ازاي بمقادير سهله وبسيطه جدا، ما فيهاش دبكه كتير ولا شغل كتير. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه؟ حاجات سهله جدا، اربع بيضات، كوبايه سكر، وكوبايه دقيق، وثلاث معالق كاكاو، ومعلقه فانيليا، ونص معلقه صغيره او معلقه صغيره كيك شيف. صعب؟ لا مش صعب. هنشوف هنشتغل فيهم ازاي وهنزخرف رول الكيك بتاعنا ازاي علشان يطلع معانا في منتهى الجمال. كل اللي هنحتاجه تاني اربع بيضات، معايا كوبايه سكر، معلقه صغيره كيك شيف، ومعلقه كبيره فانيليا، معلقتين كبار كاكاو، كوبايه دقيق. والحشوه بقى زي ما حضرتك عايزه، عايزه تحشي مربى، عايزه تحشي كريم شانتيه، عايزه تحشي كريم باستري، عايزه تحشي شوكولاته قابله للدهن، زي ما حضرتك عايزه. بصوا كده، اول حاجه هنبداها هنفصل البيض. في ناس كتير قوي لما بتيجي تفصل البيض، اصل حته البياض دخلت على الصفار، اصل في جزء من الصفار دخل على البياض. طب نعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي حاجه سهله جدا وبسيطه موجوده عندنا في البيت نفصل بيها البياض عن الصفار بطريقه سهله وبسيطه جدا. نبدا كده قبل ما نشتغل في اي حاجه، نسمي بسم الله علشان ربنا يجعل فيه بركه في شغلنا. بصوا كده، مقصوصه او كبشه موجوده طبعا في كل بيت، وهعمل كده كده. اثبتي بقى، بصوا صدق عيب، والله عيب بتاع خرمها واسعه. بصوا كده، لا للاسف مش عارفه اشتغل بيها كده. روان دخلي لي بيضايه تانية لو سمحتي، شكرا. الخروم بتاعت المقصوصه واسعه. طيب الخروم بتاعت المقصوصه واسعه، هنشتغل بخروم ضيقه، عندي مصفه سلك ما فيهاش اي مشكله، هنفتح عليها البيضايه. دي حاجه. تاني حاجه ممكن نعمل كده اهي، دي اسهل بقى طريقه برضو بنشتغل بيها كده علشان نتاكد ان الصفار غير البياض خالص. اهم حاجه عندي اربعه صفار واربعه بيض، هفصلهم وهشتغل في كل واحد لوحده عشان اطلع سويس رول سهل جدا وممتاز معي. بالشكل ده كده، ادي اربعه صفار بس، هنا ثلاثه بيض بس عشان واحد مننا عمل كده. بقى عندي أربعة بياض بيض وأربعة صفار بيض بالشكل ده كده. هعمل إيه دلوقتي؟ هشتغل في ده لوحده وده لوحده. عندي المضرب اللي هو الكهرباء بتاعنا، ما عنديش مضرب كهرباء وعايزة أستسهل وأشتغل في العجان بالسلاح اللي هو السلك، ماشي ما فيهاش أي مشكلة بالشكل ده كده. هعمل إيه؟ على البياض هروح حاطة جزء من الفانيليا وهبدا ان انا اضرب البياض بتاعنا لحد ما يبقى عامل زي المارينج. هنشوف مع بعض شكله عامل ازاي دلوقتي. بسم الله، وهنحط عليه كمان رشه ملح. Thank you.
بقى عندي بالشكل ده كده، عامل زي المريض. هعمل كده واروح غسله السلاح بتاعنا علشان نبدا نضرب بيه الصفار. الصفار بتاعنا هنعمل فيه ايه؟ هنحط عليه برضو فانيليا، واروح حط عليه كوبايه السكر. احنا ماشيين واحده واحده مع بعض بنعمل رول الكيك المزخرف، وهنشوف هنزخرفه ازاي وهيبقى شكله عامل ازاي. بسم الله كده. نركن البياض اللي ضربناه برشه فانيليا ورشه ملح على جنب، وادي الصفار هنعمل فيه ايه؟ هروح حط عليه كوبايه السكر. ده اللي هيمشيه؟ لا مش ده اللي هيمشيه، بس انا هروح جايبه كده ادي الميه جنبي اهي، وانا شغاله فيه المفروض هنزل عليه حوالي 4 معالق ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل ده كده الاول. بسم الله. ضرب نص ضربه السكر داب؟ لا ما دابش. عايز ايه؟ عايز 4 معالق ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله واحد ملوش تاني، 3 4، وانزل كل اللي في الجوانب عشان اتاكد ان مفيش حاجه ما اتضربتش معانا بالشكل ده كده، وابدا اضرب تاني. بصوا الاربع كوبايات، اسفة، الاربع معالق مية اللي حطيناهم سهلوا لنا الخليط عامل ازاي، وفكوه من بعضه وبدأ ان هو يدوب السكر. المفروض ان انا هعمل ايه دلوقتي؟ عندي الدقيق وعندي الكاكاو، لا اسفة، روان، معلش دخلي لي كوباية كاكاو ودقيق تاني، كوباية دقيق وتلات معالق كاكاو. لا دخلهم لي لان انا حطيت الكاكاو على الدقيق. المفروض ان انا هحط الكيك شيف على الدقيق واروح حطاه على الخليط بتاعنا علشان يبقى الخليط بتاعنا كله ابيض. بس قبل ما يبقى الخليط بتاعنا كله ابيض، عندي المرنج مش عايزه انساه. على ما تجيلك معلقه كوبايه الدقيق ومعلقتين الكاكاو هنشوف هنعمل ايه. تمام، هنضرب الخليط بتاعنا تاني ومن البدايه نشوف عملنا ايه. حطيت الاربع بيضات، فصلت الصفار عن البياض، البياض ضربته مع رشه ملح ورشه فانيليا، بقى عندي عامل زي المرنج. والاربعة صفار بيض حطيت عليهم كوباية السكر وفانيليا ورحت ضربهم مع بعض. بس زودت عليهم ايه علشان يديني الخليط ناعم شوية وفاكك من بعضه بالشكل ده؟ 4 معالق مية واحنا بنشتغل علشان يفكولي الخليط ما يبقاش فيه اي تكتلات ويساعد على ان السكر يدوب معانا. هنضربه شوية كمان على ما يجينا الدقيق والكاكاو. بسم الله. طب لسه كتير على الدقيق والكاكاو. المفروض ان احنا نجيب صاج كنا عملناه قبل ما نطلع. طيب تمام،
هطلع فاصل، اعمل ايه في الفاصل؟ اجيب كوبايه الدقيق والكاكاو بتاعنا ونرجع نكمل وصفتنا. بس اوعوا تنسوا ان احنا فاصلين الصفار عن البياض. البياض ضربناه برشه ملح ورشه فانيليا بقى عندنا زي المارينج، والصفار ضربناه مع كوبايه السكر مع 4 معالق ميه كبار، بقى عندنا الخليط بالشكل ده. هنطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكمل وصفتنا ونشوف هنعمل ايه. بس قبل الفاصل كمان جبنا صاج، دهنا ورق زبده الزيت، دهنا ورق الزبده زيت علشان لما نيجي نقلب الصاج بتاعنا ما يبقاش لازق فيه. شويه صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حته مستنيين. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ كل اللي عملناه جبنا كوبايه الدقيق وجبنا معاهم 3 معالق كاكاو. هحط ايه على الدقيق بتاعنا؟ هحط معلقه صغيره من كيك شيف. بسم الله. بالشكل ده كده، معلقه صغيره تكون مليانه. واخلطهم على بعض كده. وهروح منزلاهم على الخليط الابيض بتاعنا اللي هو كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن 4 صفار بيض مع الفانيليا. هنزل الكوبايه كلها كده واخلط ونشوف هنعمل ايه بعديها. بسم الله. خلطت الخليط كله مع بعضه. في اللحظه دي هعمل ايه؟ هروح منزله البياض البيض اللي احنا ضربناه برشه الملح برشه الفانيليا على الخليط بتاعنا. بس هضربه بالمضرب؟ لا مش هضربه بالمضرب، المضرب لحد كده وانتهت خلاص كده، المهمه بتاعته انتهت كده. هبدا اعمل بايه؟ بالسباتيولا بتاعتنا بالشكل ده كده. ادي الخليط اهو بتاعنا اهو. في بقى هنا حاجه، لو انا مستخدمه محسن الخبز اللي هو الجل ربع معلقه صغيره منه، مش هحتاج ان انا اضرب الخليط صفار لوحده والبياض لوحده وان انا افصل الفصله ديت واقلب بالراحه. لو انا مستخدمه محسن الخبز مش هحتاج ان انا افصل الخليط بالشكل ده. امال هعمل ايه؟ هيتضرب كله مع بعضه عادي بالمضرب الكهرباء وما فيهاش اي مشكله. لكن انا ما عنديش محسن خبز ومش حطاه في الوصفه بتاعتي، هعمل ايه؟ هعمل اللي انا عملته ده، ان انا افصل البياض عن الصفار واضرب ده لوحده وده لوحده وابدا امشي بباقي الخطوات. واصبح على ياسمين واقول لها صباح الفل. صباح النور. صباح الهنا، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. انا بحبك قوي يا شيخ. ما تحرمش منك حبيبتي، تسلمي لي. اموريني، ليك اي طلبات يا ياسمين؟ لا. مالكيش اي طلبات خالص؟ لا. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. انت قاعده النهارده المدرسه ولا ايه؟ قولي لي. اه. انت في سنه كام يا ياسمين؟ سنه 5. ايه ده، وليه قاعده من المدرسه النهارده؟ ينفع كده؟ لا نخلي بالنا بقى، كده كده داخل الشتاء وهنقعد عشان المطر والكلام ده كله، فنشد حيلنا شويه. ماشي. ماشي يا حبيبتي، نهارك زي الفل ان شاء الله. بصوا كده، حطينا بياض البيض اللي ضربناه. بصوا شكل الخليط عندنا بقى عامل ازاي. لو مستخدمين محسن خبز ربع معلقه صغيره، لو محسن الخبز اللي هو الجل لو مستخدمينه، هنضرب كله مع بعضه، الصفار مع البياض مع الدقيق مع كله، مش هيبقى فيه لازمه ان احنا نفصل الفصله اللي احنا عملناها دي. دلوقتي كده لمينا الخليط بتاعنا كله، هعمل ايه؟ هروح اسمى الخليط 2 بالشكل ده. ادي بوله وراح اسمى الخليط كده كده، يا اما 2 يا اما هنعمله مثلا ايه الربع والتلات ارباع. خدنا الربع ده اهو كده، نشتغل هنا. ادي الصاج بتاعنا محطوط فيه ورق زبده ومدهون زيت، واروح عامله ايه؟ اروح حاطه الخليط بتاعنا كده بالشكل ده. هنسيبه يفرد براحته خالص على ما نقلب الكاكاو هنا. بقى عندي خليط ابيض اهو، وادي الخليط البني.
خليط البني ده هعمل فيه ايه؟ هروح حطاه في كيس حلواني، وهي دي هتبقى الزخرفة بتاعة رول الكيك اللي احنا عاملينه. نعمل كده. ما نكترش الكاكاو قوي لسبب ان احنا لو كترناه الخليط بتاعنا هيبقى تقيل، ولما نيجي بعد كده نشكل بيه مش هيبقى ماشي معانا في الكيس الحلواني كويس. فرضا يا نونا حطينا الكاكاو وطلع ان هو كتير او طلع الخليط تقيل، نعمل ايه؟ معلقتين مية ونروح مفككين بيهم الخليط بتاعنا علشان يبقى سايل شوية بالشكل ده. كده نلم كله، نيجي للخليط بتاعنا ده نعمل كده، نجيب سباتشونة نمشي بيها. انا عايزة الخليط بتاعنا يبقى مالي الصاج، وبعد ما نمشيه بالشكل ده كده نروح رجينه او هزينه علشان يبقى كله متساوي بالشكل ده كده. صباح الفل يا مدام مريم. الو. صباح الو. صباح الهنا. الو. صباح الفل عليكي. صباح الجمال على عيونك. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ طب وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون ممكن؟ ممكن. اخبارك انت ايه؟ انا بخير حبيبتي طول ما انت بخير، ما تحرمش منك. استاذنك وطي التلفزيون وكلميني من التليفون. حاضر. تسلمي لي حبيبتي، حضر لك الخير يا رب. أموريني. انا بحبك جدا يا شيخ نور. حرمش منك، حرمش منك حبيبتي يا رب، تسلميلي. أموريني. معايا؟ معايا ولا فصلتي؟ لا سمعت، عايزه اسال عن طريقه صوص الكراميل. حاضر عيوني، ينزل لك صوص الكراميل الاقتصادي. حاضر، ليك اي طلبات تانية؟ فصلتي؟ فصلت. طيب ماشي. بصوا كده، ادي الخليط. نجيبه الناحيه دي عشان نهبت فيه براحتنا. يعني ايه نهبت فيه؟ يعني نساوي الوش بتاعه. بصوا كده، عايزه ان هو يبقى متساوي. نيجي دلوقتي للخليط اللي هو الكاكاو. انا حاسه ان هو، بصوا، مش السيلان اللي انا عايزاه، يعني لما يجي هشكل مش هيشكل التشكيله اللي انا عايزاها. زي ما قلت لكم اروح حاطه معلقتين ميه صغيرين كده، ادي معلقه وادي التانية. ليه عملت كده؟ علشان الخليط يمشي معايا في الكيس الحلواني اللي انا هعمله وهزخرف بيه. هنشوف دلوقتي شكل الزخرفة بتاعتنا او الرسمة اللي احنا هنعملها هتطلع معانا عاملة ازاي. بصوا لما حطينا المية فك معانا وهيبقى اسهل كمان في تشكيله. نجيب الكيس الحلواني كده. نون انا ما عنديش كيس حلواني وعايزة اعمل الوصفة دي، هعمل ايه؟ اللي هي العبوات البلاستيك اللي هي بتاعت الكاتشب والمايونيز اللي احنا بنعملها، اللي هي الحمراء والصفراء اللي بتتباع باتنين جنيه ونص في المحلات دي، ممكن نجيب منها ونخلي عندنا كم واحدة نستخدمهم لحاجة زي كده، ظرف طارئ زي دوت او الكلام ده كله نشتغل فيه بسهولة. ننزل الخليط كله كده نشوف هنعمل بيه ايه. بقى عندي كيس حلواني في الخليط البني اللي احنا عاملينه. هبدا اقصه حته صغيره خالص من تحت من غير بلبله ومن غير اي حاجه خالص. نشوف دلوقتي بصوا التشكيله بقى اللي هنعملها عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي هنا كده اسهل من كده مفيش. زيد عندي اروح عامله في النص كده عشان تعمل شويه.
واروح جايه كده من الحرف واروح عامله كده. نلف الصينية بتاعتنا او الصاج بتاعنا كده، نخلي بالنا واحنا شغالين عشان يطلع معانا مظبوط. خلص معايا كده التشكيلة بتاعتنا، هي دي التدويرة اللي احنا عاملينها؟ لا مش هي دي التدويرة اللي احنا عاملينها او هنكتفي بيها. هجيب عود خلة، معايا منديل، وابدأ اعمل كده. سهله جدا حته ان انا ماسكه المنديل وبمسح فيه اللي بيطلع من الخليط علشان ما ارجعش بيه تاني ويدي الوان تانية او شكل تاني في اللي احنا بنعمله. بالشكل ده اسهل من كده مفيش. بقى عملنا شكل في الرول بتاعنا. طيب هل الشكل ده كده هيطلع ساعة التسوية نفس الشكل؟ هيطلع نفس الشكل؟ اه هيطلع نفس الشكل. هوريكم دلوقتي هو طالع معانا ازاي. ده هنخبزه معانا في الفرن. بصوا كده ده اللي استوى. طبعا هو لما طلع من الفرن رحت انا عشان احتفظ بالطراوة بتاعته لحد ما نيجي نعمله مع بعض والفه، رحت حط عليه فويل من فوق، ولما جيت اشيله راح لازق فيه حته من الكيك بتاعنا. هسوي ده في الفرن. بياخد قد ايه؟ ما بياخدش اكتر من 10 ل 12 دقيقه. الفرن على 180 شغال تحت بس مش مشغله فوق، وهحطه وهنشوف مع بعض تسويته هتبقى عامله ازاي. بسم الله. خد معانا وقت ما خدش معانا وقت. نيجي بقى دلوقتي، طب نلف الرول قبل ما نطلع الفاصل ممكن؟ شكرا. هاجي دلوقتي عندي بلانشة خشب اهي، افضي حواليا خالص عشان اعرف اشتغل. هنحشي الرول بتاعنا النهارده مربى. عايزه تحشي كريم شانتيه ماشي، عايزه تحشي كريم باستري زي ما انت عايزه، عايزه تحشي شوكولاته قابله للدهن زي ما تحبي، اللي موجود عندك في البيت استخدميه. هاجي دلوقتي الرول بتاعنا اهو، وادي بلانشة خشب. هروح حط عليها ورق زبدة اكبر من الرول بتاعنا شوية علشان اعرف الف براحتي. بص انا عملت ايه، غلفت الساق بتاعنا بالورق الزبدة وراح عامله كده. انت جميلة اهو، امال في ايه؟ بقى معانا بالشكل ده. نشيل ورق الزبدة كده بكل سهولة اللي مدهون معانا زيت. دهنة الزيت مهمة قوي علشان تطلع لنا الرول بكل سهولة. بصوا ما شاء الله العجينة بتاعتنا عاملة ازاي، طرية خالص. الطراوة بتاعتها دي هتساعدني في ان انا لما اجي الف الرول ما يقطعش مني. وراح عاملة كده وابدأ ان انا احط المربى بتاعتنا. عايزه تحطي كريم شانتيه شوكولاته قابله للدهن زي ما تحبي، اللي تحبي واللي موجود عندك في البيت استخدميه. ما نطلعش للاخر بالشكل ده كده.
حطيت تحتيه ورقه زبده ليه؟ عشان ابدا ان انا يبقى يسهل عليا اللف، ان انا لما اجي الف الرول بتاعنا يتلف بورق الزبده اسهل بكتير من ان هو يتلف لوحده او يتلف بستريتش بالشكل ده كده. خد مني وقت ما خدش مني وقت، اهم حاجه الحاجه بتاعتنا تبقى موجوده قدامنا متحضره كلها مره واحده علشان تسهل علينا الشغل. هبدا اعمل كده، بصوا كده خلص رول الكيك بتاعنا. هيتقدم امتى؟ لما يتحط في التلاجة حوالي من ربع ساعة لنص ساعة. اديني قفلت الجناب اهو، ممكن ما تقفلهاش مش مشكلة، وهسيبه في التلاجة حوالي من 10 دقايق لربع ساعة علشان يثبت على اللفة بتاعته. وبعد ما يثبت معانا شويه ونحطه في الثلاجه 10 دقايق او ربع ساعه هنطلعه ونفك الورق بتاعه، هيطلع بكل سهوله معانا ونبدا نقطعه ونشوف شكله عامل ازاي. عايزه قبل ما اطلع الفاصل نبص بصه على اللي في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بس بصوا عادي ازاي، احنا حاطين معلقه صغيره من، هيقع مني لو طلعت اكتر من كده، معلقه صغيره من كيك شيف بالمقادير البسيطه بتاعتنا هيطلع معانا زي الفل. هنفتح عليه لما نرجع من الفصل يكون الوش كمان بتاعه اتحمر شويه. صغيرين وراجعين نكمل بقيه وصفاتنا ونشوف وصفاتنا الشتويه هتكون عباره عن ايه النهارده. اوعوا تروحوا في اي حته مستنيكم. فاصل ما عملتش اي حاجه في الفاصل، بس قبل ما اشتغل في الوصفه اللي بعديها عايزه ابص على الكيك المزغرف بتاعنا او الرول الكيك المزغرف. بصوا انا مشغله تحت بس مش مشغله فوق وتحت. ده شكل الرول بتاعنا، وادي الزخرفه اللي احنا عاملينها فيه، لونه حلو قوي. عرفت ازاي ان هو استوى؟ ممكن بعود خله ونحطه في النص، بس انا علشان انا عارفه وقت سواه. بصوا ما شاء الله عليه زي الفل، بنسيبه يهدى شويه بس عشان ان احنا نلفه ويبقى طري معانا وما يشققش وما يكسرش. يا اما بنحط عليه فويل يا اما بنحط عليه ورق زبده. هسيبه يهدى دقيقتين كده وبعد كده احط عليه فويل او ورق زبده عشان يحتفظ بالطراوه بتاعته. نيجي بقى للوصفه بتاعتنا الثانيه النهارده اللي هي اكلات الشتاء. ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنعمل بصاره وهنعمل عدس. اكتر اكلتين مميزين للشتاء، سهلين جدا، في حاجات بس بتتحط او تكايه، مكون بيتشال مكون بيتحط، بيفرق من واحده لواحده وبيفرق في الطعم والريحه واللون. يعني ايه؟ يعني اللي هنقوله دلوقتي. مقادير البصاره بتاعتنا بتقول ان انا معايا النهارده ايه، نص كيلو فول مدشوش، واهم حاجه تكون الحبايه بيضه ما تبقاش مسوسه. يعني ايه مسوسه؟ بنروح عند العطار بنلاقي الفول المدشوش فيه خروم من الحرف كده، فيه خروم من النص، لا ده ما نجيبوش، مسوس ده مش حلو. اولا عشان مسوس ما ينفعش اصلا ان هو يتباع، ثانيا حتى لو فرضا وجبناه بس ما اظنش ان احنا هنجيبه بحاجه بالشكل ده. يعني المهم حاجه ان الفوليه بتاعتنا تكون بيضه ما يبقاش مسوسه. ايه تاني عندي مع البصاره؟ نص كيلو فول مدشوش، معايا خمس فصوص توم سلام. كل المقادير اللي انا بقولها دي هتتحط في حله واحده، كل اللي انا بقوله هيتحط في حله واحده. نص كيلو فول مدشوش، خمس فصوص توم سلام، حزمتين كزبره لان احنا عارفين ان الحزمه بتاعتنا صغيره، حزمتين كزبره وحزمتين بقدونس، ما بحطش شبت، نعناع فريش كام يعني كام ورقه كده او كام عود، باخد برده الورق بتاعهم، معايا ايه؟ اتنين فلفل احمر او اخضر، معايا معلقه توم مفرومه، دي هعملها هنشوف التكه بتاعتها ايه ومعاها كزبره. التوابل بتاعتنا ايه؟
او اللي هحطه كمان ايه، بصلتين مفرومين متحمرين، دول التقليه بتاعتنا. معايا بصلايه ترب 4 ارباع مع المقادير، زيت سندباد عشان اعمل بيه الطشه ما يتحطلهاش زبده ولا سمنه، مكعبين مرقه مع الحله، معلقه كبيره كزبره ناشفه وملح وكمون. تتشالي المقادير وهقول تاني ببقي احنا عملنا ايه. جبت الحله بتاعتنا وجبت كيس نص كيلو الفول المدشوش من عند العطار. عايزه اقلل الكميه ما فيهاش اي مشكله، يبقى هقسم المقادير اللي انا قايلاها. جبت الفول غسلته كويس قوي ونزلت كل الترابه اللي فيه ورحت حطاه في حله. الحله عندي اهي، حطيت عليها لتر ميه، ازازه ميه سخنه، ويفضل ان هي تكون سخنه. عايزه تحطيها من الحنفيه ما فيهاش اي مشكله. حطيت عليها ايه؟ حطيت عليها بصلايه 4 ارباع، حطيت عليها قرنين فلفل حامي، مش عايزه قرنين فلفل حامي ما فيهاش اي مشكله، ممكن تحطي قرن فلفل احمر رومي اللي هو الحلو او فلفل رومي اخضر. حطيت ايه تاني؟ حطيت شبقه، حطيت اسفه كزبره، وحطيت بقدونس حزمتين وحزمتين على نص الكيلو. احاول ان انا اشيل يعني العيدان عندي اهي، اشيل نص العيدان واسيب بقيتها وهنزل مع الورق. كل دوت على النار عندي. حطيت مكعبين مرقه، حطيت نعناع فريش، حطيت ايه تاني؟ حطيت شويه ملح وشويه كمون. كل ده في حله واحده، حطيته على النار مع لتر ميه او لتر ونص ميه، اهم حاجه الميه تبقى مغطيه الفول، وخليته اتسلق سلقه حلوه. بقى عندي بالشكل ده، بقى عندي كله مسلوق مع بعضه، بقى عندي كله مسلوق مع بعضه بالشكل ده. ريحه النعناع وريحه اللي انا حطاه والكمون والكلام ده كله هايل. صباح الفل يا ام محمد. صباح النور. صباح الهنا. صباح الهنا والجمال على عيونك. عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، تتحرمش مني. تسلم ايديك يا حبيبتي. سلم عمرك. صراحه كل حاجه بتعمليها بتجنن. ربنا يبارك في عمرك يا رب. تسلمي لي، ده بس من ذوقك. ربنا يخليكي. وبعدين انا كنت فعلا عايزه اوصل للبصاره يعني. يا حبيبتي انتوا بس كده فكروا وانتوا تلاقوا الحاجه بتتعمل على طول. ربنا يخليك. تسلمي لي. انا كمان عايزه منك حاجه يعني. عيوني. عايزه طريقه ديك رومي واسويه في البيت. طب انا لسه كنت يعني من كام يوم كده واعمله. تنقعيه كام يوم ليه؟ مش هنحتاج نقع ولا حاجه. عايزه انقعه لسة في الخلطه كده كام يوم. طب عشان يبقى لا احنا لسه كنا عاملين من كام يوم مسويه الورك الرومي في الكيس الحراري نفس التتبيله. لا رومي كامل. ما انا هقول لك. ما انا اسمعي مني. طيب اسمعي مني. خدي مني. نفس اللي احنا عملناه في الورك الرومي بتتبيلته بحاله بمحتاله، هو اللي هنعمله في رومي كامل. بنتبله، ولو عندك كيس حراري كبير فيه اكياس حراريه بتتباع للديوك الرومي، هتلاقيها عند بتاع الاكياس البلاستيك او هتلاقيها في العتبه، قولي له عايزه دي كيس حراري اسوي فيه ديك رومي. هيستوي معاكي على طول، مش هتحتاجي ان انت تاخدي 4-5 ساعات في الفرن، مش هتحتاجي ان انت بالتتبيله اللي احنا عاملينها، مش هتحتاجي تقعديه في التلاجه 2-3 يومين. طيب ماشي. تمام. أوكي. ادخلي على اليوتيوب ماشي. او على الصفحه عندي او على صفحه بي ان سي هتلاقي الوصفه موجوده. خلاص اوكي. بس انا عايزه ابعت اهداء. ممكن اموريني طبعا. اتفضلي. ربنا يخليك. يا سنة اول مره ابقى تيتا. الف مبروك. حبيبه بقى لها كام يوم. الف مليون مبروك. كادي. لا استني بقى. ربنا يخليك. طيب ماشي. اولا دي التهنئه بتاعتك انت، بس في تهنئه مننا احنا كمان. ربنا علشان كادي رب. كادي انا معرفش والله ان انت، بس على دماغي من فوق اتصالك نورتيني. لا لا ده انا زعلانه، ده المفروض كل القناه والله يعمل والله كادي. والله حقك عليا. معلش. كادي يا جماعه حفيده عم ابراهيم بخيت. عم ابراهيم بخيت ده هو المسؤول عن الاضاءه عندنا، ويعتبر خالها محمد ابراهيم بخيت مسؤول برضه عن الاضاءه. اول حفيده عندهم اسمها كادي. ربنا يبارك في عمرها يا رب، وتبقى ذريه صالحه. والف مليون مبروك، وحقك عليا، حقك عليا بجد يعني. الف مليون مبروك، وتتربى في عزكم ان شاء الله. طيب نرجع للبصاره بتاعتنا. حطينا المكونات بتاعتنا في الخلاط، بس اهم حاجه ما نزودش ميه كتير. لو الميه اللي في البصاره كتير ما نحطهاش كلها في الخلاط. ليه؟ اولا هتبقى خفيفه معايا، وانا مش عايزه قوام البصاره يبقى خفيف، عايزاه يبقى متوسط، السمك بتاعه يبقى حلو. علشان كده مجرد ما حطيت الفول بتاعنا مع المكونات اللي احنا حاطينها، حتى شويه ميه قليلين. الميه دي منين؟ من اللي سلقنا فيها البصاره، لكن ما اجيبش ميه من بره. هنبدا نضرب بسم الله. بصوا كده القوام بتاعها واللون بتاعها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده القوام اللي انا بتكلم عليه.
لان هي لسه هتتحط على النار وهتتقل شويه مع اول غلوه ليها، هتتقل شويه، ما زودش ميه خالص. بس انا كده من الخلاط على النار، لا مش من الخلاط على النار، هعمل ايه؟ عندي مصفه وتكون ضيقه، عندي حله على النار هحط فيها شويه زيت سندباد بالشكل ده، وهعمل فيها ايه؟ عندي بصلايه متحمره، هاخد منها معلقه بالشكل ده، واروح واخده معاها معلقه ثوم، وادي شويه كزبره. اعملوا التكه دي هتطلع معاكم حلوه قوي، وبتفرق جدا في طعم البصاره. ده غير التقليه اصلا اللي هنحطها من بره، ملهاش اي علاقه باللي انا بعمله ده. ده انا كده بطعم البصاره زياده. حطيت ايه؟ زيت سندباد، معلقه كبيره من البصل المتحمر بتاعنا اللي احنا بنبقى عاملينه للتقليه، وبحط معاه معلقه كبيره من الثوم ومعلقه من الكزبره، وبيتشوح كله مع بعضه كده، واروح نازله عليه بخليط البصاره اللي احنا ضربناه في الخلاط بس في مصفى، ما يبقاش ان هو، بسم الله، ما يبقاش ان هو منه للحل على طول. ليه ما يبقاش منه للحل على طول؟ علشان الخضره بتاعتنا اللي احنا حاطينها ممكن يبقى في ورقه منها ما اتضربتش كويس، قرن الفلفل بتاعنا فيه منه قشره، البصلايه بتاعتنا فيه منها قشره، كل دوت نحافظ عليه علشان ان احنا نفرمه كويس قوي ونصفيه في المصفى علشان نتاكد ان مفيش حاجه تنزل ونيجي ناكلها نلاقيها واقفه في بقنا بالشكل ده كده. هطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ هصفي البصاره بتاعتنا وهضرب باقي الكميه بتاعتنا في الخلاط، ونرجع نكمل وصفتنا ونشوف هنقدمها ازاي. نظبط الملح والكمون بتاعها، ما نحطلهاش فلفل اسود عشان ما يغمقهاش، ما تبقاش حاميه زياده عن اللزوم عشان احنا حاطين لها فلفل حامي، ملح وكمون وبس، مع التومه والكزبره يبقى طعمها في منتهى الجمال. شويه صغيرين وراجعين، واطرحوا في اي حته ومستنيين. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ضربت بقيه البصاره بتاعتنا وطلعت معانا الخليط بالشكل ده. بصوا كده بصوا كده عامله معانا ازاي. ده عايز لقمه. بصوا عامله ازاي، طعمها وريحتها هايلين. بعد ما نخلص كده خالص اهي، خدت غلوه مننا على النار، وبعد كده ظبطنا الملح بتاعها، بحط شويه كمون، ما نحطش فلفل اسود علشان ما يغمقلناش البصاره وتطلع باللون الجميل بتاعنا ده. خلصت كده البصاره، خلصت البصاره، ما ناقص بس ان هي تتقدم. اما اجي اقدمها اقدمها على طول كده؟ لا، فاضل تكايه بسيطه خالص. حاطه ايه هنا؟ حاطه طاسه على النار، وحاطه معاها حته زبده. انت قلتي يا نونا ما فيش زبده في البصاره، قلت ما فيش زبده في البصلايه اللي هتطش بيها البصاره. يعني لما حطينا البصاره بعد ما ضربناها في الخلاط، عملت ايه؟ البصلايه بتاعتنا مع شويه زيت سندباد، البصلايه بتاعتنا مع شويه زيت سندباد ومعلقه كبيره من الثوم ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وطشينا بيها البصاره بعد ما اتضربت. دلوقتي انا خلاص بقى عايزه اقدمها وتبقى متطعمه تطعيمه حلو. في الناس بتتقدم البصاره بطريقتين. الطريقه بتاعتي انا اللي انا بغرفها في اطباق وبسيبها تبرد وبتتقدم على طول، بغرف الكميه كلها في اطباق اطباق زي اكننا بنعمل رز بلبن. في ناس تانيين بيسيبوها في الحله ويجوا ساعه التقديم يغرفوا ويحطوا التقليه من فوق بتاعتها. تمام، عايزه تعملي كده ماشي، عايزه تعملي كده ماشي، بس انا سواء هتعملي كده سواء هتعملي كده لازم التكه اللي انا بعملها دي، اللي هي ايه؟ بعمل طشه تومه بكزبره، طشه تومه بكزبره، بس ما بعملهاش بزيت، بعملها بزبده، بتديني تطعيمه حلوه قوي للبصاره، بتديني تكه مختلفه، بتديني كمان ريحه مختلفه. على ما تتعمل الطشه بتاعت البصاره ننزل بمقادير العدس بتاعتنا. مقادير العدس بتاعنا بيقول ان انا عندي ايه؟ عندي نص كيلو عدس اصفر متنقي ومغسول كويس قوي ومتصفي ومحطوط في حله كبيره، محطوط عليها ايه؟ بصلايه متقطعه ربع، طماطمتين متقطعين ربع، وهقول لكم ليه حتى الطماطم، وحتى اربع او خمس فصوص ثوم سلام، وجزرايه ارباع، وبطاطسايه ارباع، و وايه تاني في المقادير بتاعتنا؟ زيت سندباد وزبده، ده للطشات
للطشات الاخيره. بحط معاهم ايه كمان في الحله؟ بحط مكعبين مرقه، وبحط كمون وملح وفلفل اسود، ما بحطش حاجه ثانيه. تاني حله كبيره عندي اهي، بحط فيها ايه؟ بحط فيها نص كيلو عدس مغسول ومتصفي ومتنقي كويس قوي. حطيته، حطيت عليه بصلاية، طماطميتين، جزراية، بطاطساية. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، كده ريحتها ريحتها هايلة، ريحة الطشة بالزبدة مع الكزبرة مع الثوم هايلة كده اهي. وابدأ ان انا اقدمها. العدس بتاعنا عملنا فيه ايه؟ حطيت نص كيلو عدس، حطيت ايه معاه تاني؟ بصل وجزر وطماطم ومكعبات مرقة وبطاطس، وحطيت ملح وحطيت كمون وحطيت فلفل اسود. كل دوت حطيته على النار، وحطيت عليهم لتر او لتر ونص ميه سخنه، وحطيتهم على النار يتسلقوا. وصبح على ام احمد والله صباح الفل. ام محمد صباح الفل يا ام محمد. بقول لك عم يسلم ايدك على اللي بتعمليه والله. سلم عمرك، ما تحرمش منك ابدا يا رب. الله يبارك لك يا رب. تسلمين، كنت بمعنى الكلمه. ربنا يبارك في عمرك، ده بس من ذوقك. تسلمي لي حبيبتي. الله يخليك، انا ست كبيره مش صغيره. على دماغي من فوق، نورتيني. الله، عايزه اطلب منك طلب. 10 طلبات يا حبيبتي. عيوني والله لو في ايدي ان انا اعمله ما بتاخرش. عيوني 10 طلبات مش طلب واحد. انا ليا سالفه من واحد صاحب محل 3000، وعايزه اديهم له، بقاله 5 شهور مش قادره اصحى. والله يا حبيبتي اصحاب القلوب الرحيمه اللي معانا، واصحاب الناس اللي عايزه تساعد، وانا لو ربنا يقدرني وفي ايدي ان انا اعمل حاجه هعمل. سيبي رقمك مع روان، واللي عايز يا جماعه يساعد اي حد بيتصل بينا، ارقامنا موجوده على الشاشه، يتصل ويتواصل بالقناه، ونوصلهم بالناس اللي عايزين يتواصلوا معانا او عايزين اي حاجه من ان احنا نقدر نعملها يعني. بصوا كده ادي البصاره بتاعتنا، ونروح مقدمين معاها البصلايه المحمره بالشكل ده. جربوها بالطشة اللي هي بالزبدة والثوم والكزبرة، هتعجبكوا جدا ان شاء الله. نرجع تاني دلوقتي نشوف احنا بنعمل ايه. ادي العدس، حطيت عليه ايه؟ حطيت عليه بصل وجزر وطماطم. ليه بحط عليه طماطم؟ مع ان الناس تقول لك ايه، لا الطماطم لا اصلها بتحمره، انا عايزاه محمر، ما يبقاش ان هو اصفر شاهق كده. لا، الطماطمايه بتديله حمار كويس قوي، وبتديله لون حلو قوي. وجزر وبطاطس بالشكل ده بتاعنا كده، ما نزودش ميه من بره، ميته منه فيه بالشكل ده كده. نضرب ونشوف هيبقى عامل معانا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ضربت الخليط بتاعنا كله، وفي نفس النظام زي ما عملنا في البصاره نعمل هنا. ادي المصفى، ولازم يتصفى كويس. هصفيه على الهادي كده اهوت، او من غير اي مكونات؟ لا، ما بقاش انا لو عملت كده. عندي حله على النار، هحط فيها زبده. انا كده بعمل ايه؟ بعمل شوربه العدس. شوربه العدس الناحيه الثانيه بعمل اهو محمره شعريه، علشان احضر العدس اللي هو للفته. عدس الفته بيتحط له شعريه، شوربه العدس لوحدها من غير اي حاجه. هنا حطيت الزبده بالشكل ده، شويه كمون، شويه ملح، شويه فلفل. كل ده كده مع بعضه، واروح نازله عليه بالعدس بتاعنا اللي اتضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا ام زياد. صباح الخير.
الخير. صباح الهنا والجمال على عيونك. ازيك يا شيف نونا؟ الحمد لله حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. متشكرين على كل اللي بتعمليه بصراحه. تسلمي لي حبيبتي، تتحرمش منك يا رب. ممكن اطلب بس طلب؟ 10 طلبات حبيبتي، عيوني. يا رب يخليك. حضرتك كنت عامله من فتره ورقه اللحمه. تمام. ممكن حضرتك بس تقولي لي عليها تانية؟ بس كده عيوني، ليك اي طلبات تانية؟ لا متشكرة، ممكن بس ابعت اهداء لاخواتي؟ طبعا اتفضلي على عيني. يا رب يخليك. بصبح حضرتك يا امل وبقولها الف سلام عليكي انت وحمزه وياسين. الف مليون سلام عليهم. وبصبح على ام عمرو وام مجدي وهدى بنت اختي. صباحهم كله هنا وسعادة. صباحهم كله هنا وسعادة حبيبتي. وبصبح على مبوسكش بقى، الله صباح الخير. صباحهم كله هنا وسعادة حبيبتي. نورتيني باتصالك. نورتيني باتصالك يا حبيبتي. بصوا كده هنا. كده الحلة العدس بتاعتي خلصت والمية بتاعتها كمان خلصت. في الحالة دي بس اروح شوية مية صغيرين وسخنين. هنخلطهم مع بعض في الخلاط. علشان كمان تخفف لنا الشوربه بتاعتنا، لان انا مش عايزه الشوربه بتاعتنا تكون تقيله، لان هي لسه هتتقل لما تنزل على الشعريه علشان نعمل فتت العدس. واصبح على هبه واقول لها صباح الفل. الو هبه، شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا لاتصالك. بصوا كده نضرب هنا تاني. بسم الله. بس تمام كده نروح مصفيينه هو كمان على باقي الشوربه بتاعتنا بالشكل ده، علشان لو في حاجه ما اتضربتش، قشره من الطماطم اللي احنا كنا حاطينها، قشره من الجزر، ايا كان اللي موجود، حته ان احنا نصفيه دي مهمه جدا. بقى عندنا اهو شوربه العدس تمام قوي كده. ناقص لها ايه؟ مش ناقص لها اي حاجه غير حاجه واحده بس، ان هي يتظبط الملح بتاعها وان هي تتقدم وصحتين وهنا على قلبك يا رب. نرجع الشعريه علشان هنسقي الشعريه بتاعتنا اللي هنعملها فته من شوربه العدس بتاعتنا. شوربه العدس ايه الفرق بينها وبين الفته؟ ان هي الشوربه ما بتحطلهاش شعريه علشان ما تبقاش تقيله، تشرب سايله. لكن لما نيجي نعمل فته لازم يكون فيها شعريه علشان يبقى السمك بتاعها تقيل شويه. الشعريه هتنشي معانا مع شوربه العدس، ولما يتحط مع العيش هتبقى في منتهى الجمال. هندوق الملح بتاعها ونشوف الحياء بتاعها مظبوط ولا لا. واحنا بنكلم سمر وبنقول لها صباح الفل. صباح النور. صباح الهنا والجمال عليكي، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شيف نور؟ الحمد لله حبيبتي بخير، تسلمي لي. انا بحبك قوي والله. ربنا يبارك في عمرك. العدس هايل يا سمر. والله عايزه معلش اعرف انضف ازاي جمبري واقليه. عيوني حاضر بس كده. معلش. عيوني حاضر. لا مش معلش، تأمريني. عيوني معلش. حاضر. عيوني حبيبتي. شكرا. نورتيني باتصالك. مع الف سلامه في حفظ الله. بصوا كده، ده كده خلاص شوربه العدس معانا تمام قوي. قبل مغرفه هروح واخده منها حاطه على الشعريه علشان تستوي معانا علشان نعمل الفته بتاعتنا. بسم الله. كده الشعرية على النار، وراح جايبة الشوربة بتاعتنا كده، زبطنا ملحها وكل حاجة، وراح عاملة كده. بسم الله. خلي بالنا عشان السخونية، نخلي بالنا ان الشوربة تبقى اكتر من كمية الشعرية علشان الشعرية لسه هتنشي وتتقل. هي هي متهيألي، بس مش زي ما انت عايزة. ماشي تمام. هننزل بمقادير الفتة بتاعتنا دلوقتي، بس هي مش محتاجة تعتبر مقادير بس عشان حبايبنا ما ينسوش. واخدنا ايه؟ خدنا من شوربة العدس بتاعتنا، نزلنا على الشعرية المحمرة، خلوا بالكم وانتوا بتشتغلوا. نزلنا بيها على الشعرية المحمرة، تاخد غلوتين تلاتة، الشعرية ما بتاخدش وقت في التسوية. نهدي النار خالص، يا اما نغطيها علشان ما تطرطش في وشنا. تمام نغطي كده، ودي شوربة العدس نقدمها. مقاديرها بتقول كوبايتين شوربة عدس من اللي احنا عاملينها، حطينا معاهم كوباية شعرية متحمرة.
نحمر ونروح طشين على طول بالشوربه بتاعتنا. معايا ايه تاني؟ معلقتين كبار ثوم، علشان الطشه بتاعت الفته ما تنفعش غير بخل وثوم طبعا. معايا معلقتين كبار زبده، معلقتين كبار خل، معلقتين كبار زيت سندباد، ثلاث رغيف عيش شامي متحمر، مكعبات، واللي انا محمراه الكبير دوت هقول لكم انا عامله فيه ايه، والعيش اللي هو البلدي. عايزين تعملوها ببلدي ماشي، عايزين تعملوها ببلدي ماشي، عايزين تعملوها بشامي زي ما تحب. نعمل كده في ناس كتير قوي لما بتيجي تشرب الشوربه، انا واحده من الناس ديت اعوذ بالله من كلمه، انا لازم يكون في عيش محمر جنبها، ده ملوش علاقه بالفت. بالشكل ده كده ده لازم كده. احلى شويه شوربه عدس في الجو اللي احنا فيه ده، اللي مش عارفين له حال. الصبح نبقى مشتيين، في نص النهار نبقى مصيفين، بالليل نرجع نشتي تاني. فمتهيالي هي الاكله دي الوحيده اللي تمشي مع الاستغماية اللي بنلعبها مع فصول السنه ديت كده. هطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ هبص بصه على شوربه العدس بتاعتنا، لا مش شوربه العدس، فتت العدس بتاعتنا، ونشوف هنقدمها ازاي. نرجع من الفاصل نشوف عملنا ايه، ونعيد على مقاديرنا كلها النهارده، ونشوف الطلبات اللي طلبت مننا. شويه صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حته، ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ زي ما حضراتكم شايفين حطينا شوربه العدس، وحطيت عليها عيش محمر من فوق عشان اللي بيحب، انا قلت لكم طبعا دي اذواق، عشان اللي يحب ان هو ياكل معاها عيش محمر. البصاره بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ادي فتت العدس بتاعتنا. عاملين ايه؟ حاطين هنا عيش شامي، عايزه تحط عيش بلدي ما فيهاش اي مشكله خالص. وادي ال بسم الله الرحمن الرحيم، الخليط اللي بيتعمل بشعريه بيبقى اتقل من شوربه العدس، بيبقى اتقل من شوربه العدس. نعمل كده، ده اللي بشعريه. هتلاحظوا ان انا ما طرتش العدس. يعني ايه ما طرتش العدس؟ لو انا عامله العيش بتاع، ما طرتش العيش، لو انا عامله العيش بتاعنا بلدي بعمل ايه؟ بحمره بمعلقه زبده، مع الزبده بحط تومه، وبطش شويه خل صغيرين، وبقلبه عشان يبقى متطعم بخل وثوم في منتهى الجمال، تمام؟ وبروح حطاه وحط عليه شوربه العدس بتاعتنا اللي هي بالشعريه، تمام؟ طب انا مش عامله عيش بلدي وعامله عيش شامي، يبقى مش هحتاج ان انا اعمل كل ده. السخونيه اللي في شوربه العدس بتاعتنا اللي بالشعريه هي اللي هتطري العيش البلدي بتاعنا. عندي ايه على النار؟ عندي طاسه عشان نعمل الطشه بتاعتنا اللي هنعملها الفتة بالخل والثوم. ادي الزبدة، ادي الزبدة، على ما تسيح الزبدة بتاعتنا عايزين نفتح الرول بتاعنا بتاع السويس رول المنقوش او المزخرف. طيب هقول لك دلوقتي حالا، يا سلام ده انت تؤمر يا حبيبي والله. نجيب برضو بلانشا نفتحه عليه، او نجيب طبق اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو المفروض كان يقعد اكتر من كده في التلاجة، بس انا حبيت ان انا اوريه لكم عينه. بسم الله الرحمن الرحيم.
نجيب سكينه حاميه. حاضر. نيجي كده نبدا ان احنا نقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب بقى. بصوا كده التومه. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. واروح عامله هنا كده بسم الله. بقى عندنا فتت خل، فتت عدس بالخل والثوم. عايزه اوريكم شكل الرول برضو يطلع معانا كده هنا. بصوا تجزيعات المربى عامله ازاي. سكينه تانيه. نجيب مش زي ما هو كده اهو. بصوا الرول عامل ازاي، المربى اللي جواه. عايزين نحشي كريم شانتيه او نحشي شوكولاته كابله للده زي ما انتوا عايزين. كان لازم يقعد اكتر من كده في التلاجة زي ما حضراتكم شايفين علشان يمسك معانا اكتر. بس احنا اهم حاجه كانت عندي ان انا اوريكم الزخرفه بتاعته ازاي. حاضر. ثانيه واحده كده. المربى المربى بتبوظ. انت عايزها تبوظ؟ احطه لك فين هنا كده. تمام كده. ادي عملنا شوربه العدس وعملنا البصاره وعملنا فتت العدس معانا، عملنا رول الكيك المزخرف وده شكله قبل ما يتلف معانا اللي في الصاج دوت. بعتذر لحبايبنا اللي طلبوا النهارده وصفات مننا. ان شاء الله بكره قبل ما ابدا الحلقه بتاعتنا ان شاء الله هقول لهم طريقه تنظيف الجمبري. حبيبتنا اللي طلبت طريقه تنظيف الجمبري وطريقه اليته هقولها لها بكره ان شاء الله. وحبايبنا اللي طلبوا مننا باقي الوصفات بكره باذن الله قبل ما نبدا حلقتنا هنقوله لهم. ودايما طلباتكم اوامر. اتمنى اكون حلقه النهارده استفدتوا منها ولو ب1%. اسيبكم النهارده لبكره في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم.